لو عايز تشتغل في الأجهزة اللي بتحمل معالج MTK لازم تاخد بالك من بعض النقط المهمة اللي هنوضحها في الفيديو ده. في أجهزة كتير جدا بتحمل معالجات MTK وفي الأغلب بتعمل بنظام تشغيل أندرويد زي أجهزة الكاتل، تكنو، لينوفو وبعض أجهزة HTC، وكمان في أجهزة كوبي أو صيني بتحمل نفس المعالج، ويعتبر هذا المعالج من المعالجات الأكثر انتشارا بين بعض أجهزة الهواتف نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة مع المعالجات الأخرى، وسواء هاتف أو تابلت فالتعامل بيكون واحد في أغلب عمليات السوفت وير. وهنستعرض بعض الحالات اللي ممكن تقابلك وانت شغال في أجهزة MTK. الحالة الأولى عمليات التفليش أو التحديث وتحميل سوفت وير جديد. الحالة الثانية حذف وإزالة الفيروسات الخبيثة والجنسية اللي بتتسبب في تهنيك كامل للجهاز وعدم القدرة على استخدام الهاتف أو التابلت بطريقة طبيعية. الحالة الثالثة وجود خلل في النظام نتيجة حذف أو إزالة بعض التطبيقات. الحالة الرابعة ضعف نظام التشغيل الموجود على الهاتف وظهور بعض رسائل الخطأ عند تشغيل الهاتف أو تشغيل أحد التطبيقات مثل الاستوديو أو الكاميرا، وطبعا ما بتعرفش تستخدم الجهاز بسبب الرسائل دي اللي بتتسبب برضو في شلل تام للنظام. الحالة الخامسة تعريب أو تحديث نظام التشغيل لإصدار آخر غير اللي موجود عليه. الحالة السادسة مشاكل السيريال والشبكة والبيس باند. الحالة السابعة مشكلة التوقف على الافتتاحية فقط بدون الدخول للقائمة، ومشكلة توقف الهاتف على وضع الريكفري نتيجة خلل في نظام التشغيل أو توقف الهاتف أثناء تثبيت التحديث الهوائي من داخل الإعدادات. الحالة التامنة والأخيرة ممكن يجيلك الجهاز فاصل باور من البداية نتيجة تفليشه بفلاشة خاطئة غير متوافقة مع الإصدار الموجود عليه أو تفليشه بفلاشة لموديل آخر. طيب لو جالك جهاز MTK فيه مشكلة من المشاكل اللي ذكرناها إزاي تتعامل معاه وإيه الخطوات اللي ممكن تعملها وإنت بتتعامل مع الأجهزة دي عموما؟ الخطوة الأولى لازم تستلم الجهاز صح، بمعنى إنك تعرف إيه المشكلة الموجودة فيه لما تستلمه من العميل، وذكرنا حالات السوفت وير الأكثر انتشارا. الخطوة الثانية والأهم لازم تاخد باك اب من الروم الموجود على الجهاز حتى لو واقف على الافتتاحية أو مصاب بفيروسات أو بيهنج، وممكن تاخد باك اب للفلاشة الموجودة على الجهاز سواء ببوكسات السوفت وير زي ميراكل بوكس او CM2 او بدون بوكسات، وكنا عملنا فيديو لشرح طريقة عمل باك اب للفلاشة بدون بوكسات وهتلاقي رابط الموضوع تحت الفيديو. والطريقة التانية اللي بدون بوكسات تصلح في حالة ان الجهاز بيعمل بشكل طبيعي ولا تصلح مع الاجهزة الميتة، وبنعيد وننبه ان الخطوة دي من اهم الخطوات لانك ممكن تفلش الجهاز بروم خطأ ويفصل نهائيا وممكن تتسبب في مشاكل مع العميل، لكن لو معاك باك اب هتكون الامور مختلفة. الخطوة الثالثة حدد العطل او المشكلة، يعني لو الجهاز بيهنج او واقف على اللوجو او وضع الريكفري هيكون محتاج يتفلش بفلاشة تانية، بس لازم تكون نفس البيانات ونفس الاصدار لان اجهزة MTK ممكن تلاقي ليها اصدارات كتير مختلفة لنفس الموديل، وفي حالة ان الاصدار مختلف ممكن تقابلك مشاكل بعد عملية التفليش زي التوقف على الافتتاحية فقط او عدم الاقلاع من البداية، وده بيكون فاصل نهائيا بسبب اختلاف ملفات الفلاشة الجديدة مع ملفات الفلاشة الموجودة على الجهاز من البداية، او بسبب فقد منطقة بري لودر ودي من مناطق البوت واول المناطق والملفات اللي بيستقبلها الجهاز. الخطوة الرابعة حاول دايما تشتغل بكابل USB اصلي او على الاقل خامة كويسة، وتأكد من تثبيت التعريفات على جهاز، والخطوة دي مهمة جدا جدا لان في مشاكل كتير ممكن تقابلك بسبب عدم تثبيت التعريفات او اختلافها او عدم اكتمالها، وبالتالي الجهاز مش هيتعرف على الكمبيوتر ومش هتقدر تتعامل معاه بسبب التعريفات. ودايما حمل التعريفات الخاصة بنسخة الويندوز اللي انت شغال عليه لان بيكون في اختلاف بين التعريفات الخاصة بويندوز XP كمثال ويندوز 7 و 8 و10. الخطوة الخامسة بعد تحديد العطل او المشكلة جهز ملفات. لو الجهاز هيتفلش بفلاشة تانية يبقى لازم تكون مجهز بعض الفلاشات الخاصة بالموديل اللي انت شغال عليه، وعلشان كده لازم تكون متابع المواقع والمنتديات الخاصة بالسوفت وير وتحاول تحمل معظم الفلاشات والاصدارات المختلفة الموجودة.
وده في حالة انك شغال بدون بوكسات، لكن في حالة وجود بوكسات ممكن بسهولة تعمل انفو للجهاز وتعرف الاصدار اللي موجود عليه، وبعدها تقدر تحدد الفلاشة المناسبة. لكن دايما اجهزة MTK لا تلتزم بالقواعد والقوانين، لانك ممكن تفلش الجهاز بفلاشة بنفس بياناته، وبعد التفليش ممكن تصادف مشاكل الموت او التوقف على الافتتاحية، وده بيكون بسبب اختلاف ادرسات ومحتويات بعض ملفات الفلاشة زي ملف بوت او لوجو، ولو حصل ده ممكن تجرب فلاشات تانية بنفس الاصدار. الخطوة السادسة، لو شغال ببوكسات حاول تسحب ملف NVRAM قبل ما تفلش، لان الملف ده مسؤول عن السيريال والشبكة، ولو فلشت الجهاز وقطع وفلشته تاني وعملت فورمات ممكن تختفي الشبكة والسيريال بسبب مسح منطقة NVRAM. وفي طرق كتير لاسترجاع السيريال، لكن في وجود نسخة احتياطية عندك هيكون الامر اسهل وهتوفر وقت وجهد كبير. الخطوة السابعة، خلي موضوع التفليش اخر مرحلة، بمعنى لو الجهاز بيهنج او عليه فيروسات ممكن تجرب تعمل وايب فاكتوري وتجرب تحذف الفيروسات ببوكسات السوفت وير او ببرامج مجانية، وهتلاقي شروحات لحذف الفيروسات بدون تفليش في الرابط اللي تحت الفيديو، ولو العملية فشلت ممكن تفلش الجهاز. الخطوة الثامنة، لو عايز تعمل روت للجهاز حاول تجرب عمل روت على البوكسات او برامج الروت المجانية، وابعد عن الملفات المعدلة قدر المستطاع. الخطوة التاسعة، لو هتعدل على ملفات الفلاشة الخاصة بالجهاز بغرض التعريب او اضافة بعض الملفات لازم قبلها تكون واخد باكب من الفلاشة الموجودة على الجهاز قبل التعديل، وكمان تكون على معرفة بعمليات التعديل والملفات اللي هتعدل عليها. الخطوة العاشرة، قبل ما تسلم الجهاز للعميل حاول تعمل تيست للجهاز وتجرب كل حاجة وتتأكد ان المشكلة اللي كانت موجودة عليه اتحلت، علشان تكون كملت شغلك باحترافية وامانة. ودي بعض النصايح الهامة لكل الناس اللي بتشتغل في اجهزة MTK. احتفظ بنسخ مضغوطة من فلاشاتك او برامجك، لان برامج الانتي فيروس ممكن تحذف لك برامج او كراكات كتير. حاول ترتب ملفاتك وفلاشاتك وتعمل ملفات لكل موديل تسهيلا في البحث عن الفلاشات فيما بعد. خليك متابع لكل المواضيع والتدوينات الجديدة في مجال السوفت وير، وحدث بوكساتك وبرامجك باستمرار، وفي وقت فراغك حمل كل الفلاشات والبرامج اللي تقدر عليها لانك هتحتاجها بعدين. شارك الناس بمعلوماتك سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على المواقع والمنتديات، لانك بكده بتاخد الثواب وكمان المعلومة بتثبت في دماغك بعد التكرار والمناقشة. واخيرا خليك صادق مع نفسك ومع ربنا، وما تعملش ضبط مصنع او فورمات للجهاز وتقول للعميل انا نزلت لك سوفت وير، لانك بكده بتضر نفسك لو المشكلة ما تحلتش بالفورمات، والعميل هيرجع لك تاني وهتسيب اثر سلبي عنده، وكمان هتضر غيرك لانك هتديله سعر رخيص جدا وهيفتكر ان كل السوفت وير بنفس السعر. وبكده تكون انتهت حلقتنا وعرفنا فيها ايه الاجهزة اللي بتحمل معالجات MTK والحالات والمشاكل اللي بتقابلنا مع الاجهزة دي، واهم الخطوات والاساسيات اللي لازم تاخد بالك منها وانت شغال. ولو استفدت من الحلقة ممكن تشترك معانا على قناة جوكر سوفت علشان توصلك كل الشروحات والحلقات الجديدة، وكمان ممكن تعمل شير للحلقة علشان غيرك يستفاد. واشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.